وصلنا لمصر ممكن نروح روسيا؟ ممكن. ايه المانع؟ كل الـ 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 ورقة الترشح تعمل كل الفرق، مش بالسهل يعني. حتى مش معاكم ممكن. ممكن ممكن بشكل كبير جدا يعني. مجموعة صعبة، في عقبة غانا، الناس كلها بتتكلم على غانا وسايبة الكونغو، سايبة أوغندا، ودي من الفرق الصعيدة الوحيدة يعني. انت شايف الماتش بتاع الكونغو اللي احنا رايحين له صعب؟ صعب صعب طبعا، صعب ومش مستحيل، بالعكس. خلي بالك من الماتشات اللي انت تستطيع انك تخطفها، ولكن لا تأمن للفرق دي يعني. فرق التاريخ كبير، لكن النهارده الفرق الكورة اللي في القناة تطورت. 9 لاعبين على ما اعتقد في الفريق كلهم مختلفين يعني، يستطيعوا ان هم يقلبوا ده في الموضوع. والامل موجود للفرقتين، كل واحد في بدايات دايما بيبقى يقول لك انا عاوز انتزع بطاقه الترشح. مين هو صاحب الفكر ومين هو صاحب الاستراتيجيه ومين صاحب التكتيك اللي هيعود عليه داخل المباراه هو اللي هينجح. استعداد النفسي والمعنوي دوافع، واعتقد ان كل المصريين يعني حاطين امال يعني. انا شايف في نبره برضه تشاؤم وفي نبره تفاؤل.